بان كيك بالشوفان واللبن الرايب، وهعمل له حشوه فراخ. حشوه الفراخ دي عباره عن ايه؟ فراخ وبصل وفلفل وبهارات. بنعمل ايه؟ هقول لك حشوه دلوقتي الايه؟ هعمل لك العجينه دلوقتي. حبه زيت، هننزل الفراخ حته صغيره، صدر فرخه واحد هيكفيكي، يعملي حاجه بقى قد كده، وعليه شويه بهارات وشويه فلفل اسود وشويه ملح. تاخد لون كده، واروح منزله عليها الايه؟ انزل عليها الفلفل والبصل وخلاص على كده. شفت السهوله؟ اسهل من كده مفيش بقى. طيب نيجي دلوقتي على مدى بس تلون معايا الفراخ كده، واحط عليها البصل والفلفل لوحدها. نيجي بقى للشوفان. عندي هنا كوبايه شوفان، الكوبايه دي ابيض، كوبايه الكوبايه، كوبايه شوفان، كوبايه دي ابيض، كوبايه لبن رايب، اتنين بيضه، معلقتين زيت، معلقه بيكنج باودر صغيره، فانيليا ورشه سكر، رشه الملح. اتنين بيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين بيضه، معلقتين زيت، كوباية لبن رايب، ممكن تحطي لبن عادي، عايز تعمليه بالزبادي اعمليه بالزبادي، ماشي؟ يعني ليك كذا حاجة. معلقة بيكنج باودر صغيرة، رشة السكر، الفانيليا، كوباية شوفان حتى مش مجروش قوي، وكوباية دقيق أبيض، وظبط بالمية برضو، وظبط بالإيه؟ بالمية. مية شوية شوية لغاية ما أحصل على قوام البانكيك العادي اللي أنا إيه بستعمله على طول. اللبن الرايب او الزبادي مع الشوفان بيبقى حلو جدا. هستنى عليه شويه صغيرين خالص وبعدين ابدا ان انا استعمله. طبعا لو لقيتيه تقل ممكن تزوديه شويه ميه. عشان كده عملت معاه حشوه ان انا ايه عايزه استنى عليه ثواني. ادي كده الفراخ لونت كلها، هديها البصل، وديها الفلفل، واخليهم يستووا مع بعض.